مزيد من المعلومات ينضم معنا مراسلنا من النجف أحمد الحسيني حول الأحداث التي حصلت في محافظة النجف. أحمد، أهلا بك. ما الوضع الآن في ساحة الصدرين بعد دخول قوات الأمن إلى جانب المتظاهرين إلى الساحة؟ تفضل. نعم، بعد أحداث دامية في ساحة الصدرين مكان تواجد اعتصام المتظاهرين والتي راح ضحيتها حوالي 100 جريح واستشهاد 7 متظاهرين، وكذلك بعد خطبة المرجعية الدينية العليا التي أكدت على وجوب أن تكون القوات الأمنية هي التي تتصدى لمهام حفظ الأمن وحماية المتظاهرين وأن لا تتناصل عن مسؤولياتها الأمنية، انتشرت عصر اليوم القوات الأمنية في داخل ومحيط ساحة الصدرين بشكل رسمي، وأمست هي المسؤولة حصريا عن الحفاظ على الأمن والنظام في الساحة. جاء هذا الأمر بالتوازي مع عودة ساحة الاعتصام إلى طبيعتها وعودة المتظاهرين من جديد للتعبير عن مطالبهم التي خرجوا من أجلها. في نفس السياق أيضا طالب محافظ النجف من القيادات الأمنية بالضرب بيد من حديد لكل من يعتدي على المتظاهرين السلميين. نعم، طيب أحمد، يعني هل ستبقى القوات الأمنية في الساحة؟ ما الاتفاق بهذا الشأن؟ نعم، الانتشار الأمني كان مفقودا خلال الفترة الماضية داخل الساحة لعدة أسباب، كان أهمها الفجوة وأزمة الثقة التي حصلت خلال فترة معينة بين القوات الأمنية والمتظاهرين، وكان تواجدهم مقتصرا على منافذ الدخول فقط إلى الساحة. لكن أكمل أحمد، ودعوة المرجعية مرارا وتكرارا على وجوب أن تأخذ القوات الأمنية دورها وواجبها الحقيقي في حفظ الأمن وسلامة الأرواح. وجدنا اليوم استجابة من قبل القيادات الأمنية بوضع خطط جديدة تؤمن بها ساحة الاعتصام والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة والدخول مع المتظاهرين في وسط الساحة لتأمينها من أي شخص يريد العبث بأمن المتظاهرين وكذلك حياتهم. طيب، كيف قرأ المتظاهرون في النجف خطبة المرجعية اليوم التي وصفت بالداعمة لهم؟ نعم، المرجعية دائما كانت تؤيد المتظاهرين ومطالبهم المشروعة، وكذلك كان المتظاهرون يؤيدون المرجعية بخطاباتها المستمرة في كل جمعة من خلال التواجد في الساحات والمطالبة بالمطالب المشروعة ونيل الحقوق من الحكومة وكذلك البرلمان وكذلك رئاسة الوزراء. نعم، أحمد الحسيني مراسلنا من النجف كنت معنا، شكرا جزيلا لك.